موجز بأهم وآخر الأنباء على قناتكم شوف تي في، أهلا بكم. أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أن زلزالا بقوة 3.3 درجات على مقياس ريشتر ضرب اليوم الخميس إقليم ميدلت. وأوضح المعهد في بلاغ له أن الزلزال الذي وقع حوالي الساعة 5:12 صباحا حدد مركزه في جماعة تينوردي. أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن مجموعة تتكون من حوالي 300 مهاجر في وضعية غير قانونية حاولت اليوم الخميس اقتحام المعبر المؤدي إلى سبتة المحتلة. وأضاف البلاغ أن سبعة عناصر من القوات العمومية أصيبوا بجروح خلال هذه العملية جراء رشقهم بالحجارة، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على حوالي 100 مرشح للهجرة غير الشرعية. وذكر المصدر ذاته بأن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية على طول الساحل الشمالي للمملكة مكنت خلال أيام عيد الأضحى من إفشال حوالي 20 محاولة للهجرة غير الشرعية قام بها أزيد من 700 شخص. في خبر آخر، انطلقت اليوم الخميس بالمركز الوطني للرياضات مولاي رشيد بالمعمورة ضواحي مدينة سلا أشغال ندوة دولية حول الرياضة السياحة والمجالات الترابية، أي تداخل وأي حركية ضمن رهانات التنمية المحلية. ويعد هذا اللقاء المنظم من طرف المعهد الملكي لتكوين أطر الشباب والرياضة والجامعة الفرنسية بأنجير فرصة مواتية لمناقشة مختلف الإشكاليات المرتبطة بالرياضة ووسائل الترفيه والسياحة وتأثيرها على التنمية المستدامة للجماعات الترابية. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الموجز، إلى اللقاء.